بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على الكيدني structure في اليورينال سيستم. الكيدني contain of three major regions، ثلاث مناطق أساسية. الرينال كورتكس اللي هو الجزء الخارجي خالص، ده الرينال كورتكس. بعديه على طول الرينال ميدلا واللي هو الانر لاير، بعد كده الرينال بلفيس اللي هو الجزء اللي هو بسموه حوض الكلية أو حاجة زي كده، central space الجزء الداخلي ده. يبقى في اوتر لاير، في انر لاير، في اوتر سبيس، في سنترال سبيس اللي هو عباره عن رينال كورتكس القشره والمظله النخاع ورينال بلفيس حوض الكلى. من ناحيه الميكروسكوب هي للكيدني، كيدني از كومبوزد اوف اوفر 1 مليون اوف نيفرونز، في اكتر من مليون من النفرونات سوري. ذات ريديوس اليورين اللي هي الوحده التركيبيه الوظيفيه، الفانكشنال يونت اند ستراكشرال يونت اوف ذا اكسكريشن او اوف ذا كيدني. يبقى النفرون از ستراكشرال اند فانكشنال يونت اوف اكسكريشن او اوف ذا كيدني، الوحده التركيبيه الوظيفيه للكيدني. وتلاقي النفرونز زي ما انت شايف كده موجوده على الكيلكس. الكيلكس ده اللي يحمل ايه؟ يحمل بيراميد. يبقى ده البيراميد الموجود فيه النفرون. البيراميد ده مين اللي يحمله؟ كيلكس. يبقى ده كيلسز، كؤوس. الكؤوس دي بتفتح فين؟ تفتح في رينال بلفيس اللي بتوصل لمين؟ بتوصل لليوريتر، اللي بيوصل لليوريناري بلاد. يبقى البلاد كارينج الواست ماتيريالز اند نيوترينس انتر ثرو ذا رينال ارتري. يبقى رينال ارتري اهو يحمل اكسجين طبعا عشان كده لونه احمر، لكنه بيحمل المواد الاخراجيه اللي تدخل فين؟ الى المكان اللي يحصل فيه تنظيف الدم وكليرنج للبلد. After blood has been processed it exit through the renal vein، يخرج بعد ما ينضف كده، يخرج فين؟ في البلد، عن طريق renal vein. عندك في البلد about 6 لتر من الدم، بيطلع منهم كل يوم، يطلع منهم 180 لتر فلتريت رشيح في الدم، يخرج منه بس about 1.0 لتر يورين في اليوم. يعني معنى كده بيعاد امتصاص ايه؟ يعاد امتصاص ال 180 لتر دول كلهم تقريبا، يخرج منهم نص لتر ونص في اليوم اللي هو حجم البول بتاع الانسان. يرجع تاني كل ده الفلتريت يرجع تاني يحصل له ري ابسوربشن. فلما تيجي تبص تلاقي دول 6 لتر موجودين في الدم، يبقى الدم ده بيحصل له عمليه فلتريشن وترشيح وتنظيف في اليوم حوالي ايه 30 تايمز، حوالي 30 مره بيتنظف دمك ده. يبقى ال 6 لتر دول بيتنظفوا 30 مره في اليوم الواحد، يعني بيديك 180 فلتريت ترجع تاني يدخل الدم تاني، يطلع بس منهم من ماده الدم الضاره او الواسطس او اليورين بقى في الحاله دي حوالي لتر ونص. يبقى ده الكيدني قلنا عبارة عن 3 لير، رينال كورتكس الطبقة الخارجية، وبعدين رينال ميدالا الجزء الداخلي اللي هو الجزء اللي بعد الكورتكس على طول، يعني القشرة والنخاع الجزء الداخلي ده. الجزء الداخلي ده موجود فين؟ الجزء اللي أنا قلت عليه ده لو خدنا جزء كبرناه هتلاقي فيه البيراميد. البيراميد الموجودة اهي اللي هي عبارة عن النفرونز، نفرونات، ومحمولة على الكيلكس او اللي هي بيسموها الكؤوس اللي هي بتحمل الايه البيراميدز اللي هي موجوده ده، واللي بيفتح فين؟ في الرينال بلفيس. ده باختصار تركيب الكيدني. والكيدني فيها ايه؟ النفرونز اللي قلنا بتبقى معظمها موجوده طبعا في الكورتكس والمظله، محموله على البيراميدز او موجوده في البيراميدز اللي بيحملها الكيلكس بالشكل ده. النفرونز بقى اللي هي الوحدة التركيبية والوظيفية لكيدني، رينال أو كيدني تيب عبارة عن تيبيولز ونيبيبات. The functional and structural unit of the kidney it is here that blood plasma is filtered. هنا في نفس في المكان ده بيحصل عملية filtration للبلد، ويحصل له cleansed and modified into the urine. يبقى مين اللي بيحول البلازما بتاعت الدم إلى يورين؟ هي النفرونة أو الكلية طبعا. بيحصل له فلتريشن ويحصل له كلينز وبعد كده يتحول يبقى يورين. وزي ما قلت لك بيطلع في فلتريشن في اليوم كام؟ 180 لتر، بيخرجوا بس في اليورين لتر او لتر ونص according to the condition. يعني زرار مليون نفرونز اوف ذا كيدني، يعني في حوالي مليون نفرونه في الكليه. each kidney is capable of processing the entire blood supply many times per day، يعني كل كليه
أضرار إنها تعمل تنظيف للدم، لكل الدم في اليوم، وإحنا قلنا حوالي 30 مرة دمك بيتنظف في اليوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.